برضه انتشرت بعديها بلحظات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو برضه متصور في بيتها، والدها ووالدتها واهلهم قاعدين كلهم، اللي بيصرخ واللي بيعيط واللي بيشجع واللي بيهلل واللي اكيد يعني لحظه عظيمه جدا لاي اب وام في الدنيا ان هم يتفرجوا كده على شاشات التلفزيون ويشوفوا ابنهم او بنتهم طبعا بيتعزف ورا منه النشيد الوطني وبيترفع بموجبه رايه مصر والناس كلها بتقف ليه تقديرا واحتراما. دي اللحظه اللي الناس دي فانت اعمارها بالكامل عشان توصل لها، فطبعا حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. عموما احنا حتى هذه اللحظه حققنا 6 ميداليات في طوكيو، او ده الفيديو بالمناسبه اللي بحكي حضراتكم عليه، حاجه عظيمه جدا جدا. وبرده قبل منها بايام شفنا فيديو مشابه لاهل السباح التونسي برده اثناء المنافسه اللي فاز فيها بالميداليه. بصي انا عايز اقول لك يا كريم ان بجد لما شخصيه عربيه او بطل عربي بيلعب احنا كلنا، يعني امبارح مثلا التعليق اللي كان قال لك مصر بتحقق اول ذهبيه للعرب في تاريخ الكاراتيه الاولمبي، يعني اول ذهبيه للعرب، ما قالش لمصر، للعرب. فهو ده او هي دي الروح اللي احنا بنتكلم فيها، حاجه كانت جميله جدا لما عربي او بطل رياضي عربي بيمثل اي دوله عربيه بيفوز، كلنا كعرب بنكون حقيقي فوزنا. ف يعني ربنا يسعدهم، واكيد اعتقد دي لحظه مش بس كانت في بيت في ريال، كانت في بيتنا كلنا، يعني ما اعتقدش ان ده كان شيء بس مقتصر او مقتصر على عيلتها، لا 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 بالعكس. بس شفتي الشوط بالمعنى الحرفي للكلمه بيتنططوا من الفرحه، فربنا يزود افراحنا وان شاء الله في يعني المواسم المقبله والنسخ المقبله من الدورات الاولمبيه بنتامل خير ان شاء الله.